اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. بصوا يا جماعه، الفيديو ده انا عامله يعني عشان اتاكد من النتائج بتاعه السوشيال بليد. عايز اتاكد من الارقام اللي في السوشيال بليد دي بتبقى حقيقيه او قريبه من الحقيقه ولا لا. بمعنى انا مثلا دلوقتي ظاهر لي في الجنب هنا ان انا بكسب شهريا 22 دولار لحد 345. لا، هو طبعا الرقم التاني ده غلط، هو بس انا بشوف على قد الحد الادنى. هو غالبا يا جماعه لما تيجي تفتح قناه يوتيوب اللي بيبقى اقرب للصح هو الحد الادنى، بس الفكره ان انا حتى الحد الادنى بالنسبه لي برضو ما هوش دقيق، لان انا اقصى شهر كسبت فيه تقريبا كان تقريبا يا 17 يا 18 دولار تقريبا، لكن ما وصلتش خالص 22 دي خالص. في عمري ما في شهر وصلت 22، فانا الرقم ده مش دقيق. بالنسبه للارقام اللي عايز اتاكد منها هي الارقام اللي تحت دي، ان انا السبس اللي جولي اخر 30 يوم 805، والمشاهدات اللي جات لي اخر 30 يوم 88552. هتاكد ازاي بقى؟ انا النهارده احنا كده يوم 29/3، انا سجلت الحلقة ديت عشان هبقى ارجع لها يوم 29/4 واشوف الارقام الجديدة واطبقها بالايه بالواقع ازاي. انا هشوف دلوقتي يا جماعة انا المشتركين كام دلوقتي. النهاردة المشتركين 3699، والمشاهدات كام؟ 370,028. هاجي بقى يوم 29 اشوف الارقام اللي كاتبها لي السوشيال بليد، واجمعها الزيادات دي اجمعها على الارقام ديت، واشوف هل فعلا الارقام دي صحيحة ولا لا. بس الفيديو ده معمول عشان كده، وان شاء الله نتقابل يوم 29/4 اللي جاي ونشوف ونطبق الارقام ونشوف مدى دقة السوشيال بليد في الارقام والاحصائيات اللي بيكتبها. وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.